أحيانا كثيرة تتصادف بروائح مميزة وعطر فواح يمر من جانبك فيلفت انتباهك دون أن تعرف سره، والعكس صحيح، فقد يستوقفك أحد ما ويسألك ما هو اسم عطرك الذي تضعه. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي يميز هذا العطر عن سواه لكي يستوقف المار؟ قد تسأل نفسك مما تتركب العطور، وقد تظنها موادا معقدة، لكن العطور يا عزيزي باختلافها ما هي إلا مزيج من الزيوت العطرية والماء والإيثانول أي الكحول. أما الزيوت العطرية فهي تستخرج إما من النباتات والأزهار أو من الأحجار والصخور والأخشاب أو غيرها من المصادر المتنوعة، يتم تقطيرها حتى تغدو زيتا عطريا جميلا. قوة ثبات رائحة العطر على جسدك أو خفتها تعود إلى تركيز الزيت العطري، أي إلى نسبة كثرته أو قلته. في الحقيقة ليس العطر هو ما يحدد جماله فقط، بل هو الشخص نفسه أحيانا. فقد تجد شخصين يضعان نفس العطر لكن النتيجة تكون مختلفة. هذا يعود إلى اختلاف نوع البشرة من شخص إلى آخر، فالبشرة الدهنية تمتص العطور بسرعة، فيكون أصحابها بحاجة إلى عطر ذي رائحة قوية حتى يدوم طيلة النهار. أما أصحاب البشرة الجافة فيمكنهم الاكتفاء بعطر ذي رائحة خفيفة تدوم فعاليتها طيلة النهار. إذا أردت أن تنتقي عطرا جديدا عليك بالتأني، فلا يمكنك أن تشم الرائحة من الزجاجة فقط، عليك أن ترش العطر الذي تعجبك رائحته وتقوم بانتظاره حتى يجف على البشرة لوحده من دون مسحه، لأن تركيبة العطر تتبخر بسرعة وتذهب معها الرائحة إذا ما تم مسحه، ولأن اندماجه مع بشرتك كما هو يجعله خاصا بك. الآن عليك أن تشمه وتقرر إما أن تختاره أو تستبعده. عليك الانتباه عند شراء العطر الجديد، فإذا كنت عاشقا وتريد جذب الشريك اختر العطر الأكثر رومانسية ليسحره، أما إذا كنت طالبا في الجامعة أو تلميذا في المدرسة فاختره برائحة ثقيلة تدوم طيلة النهار. إذا كنت تعمل لساعات طويلة في نفس المكان اختر عطرك برائحة محببة ومنعشة لكي يستطيبه زملاؤك في العمل. عليك الانتباه إلى نقطة مهمة أيضا: العطر الذي تستخدمه خلال النهار لا ينفعك لقضاء سهرة رومانسية أو في موعد على العشاء. هنا عليك أن تختار عطرا ثقيلا وأنيقا يليق بالمناسبة وبما ترتديه. إذا كان الجو حارا وأنت في فصل الصيف عليك اختيار الروائح الخفيفة الناعمة لعدم الانزعاج منها، كروائح الحمضيات أو الأزهار كالياسمين والتوليب. وبالعكس في فصل الشتاء يكون الجو باردا، وبالتالي يغدو العطر الثقيل الذي يعبق في أرجاء المكان هو المفضل لدى النساء خاصة، مثل عطر العود والفانيليا. أما في الربيع فيمكنك تنويع عطرك، اجعله يتناسب مع فصلك واجعل عطرك من الزهور والورود. وفي فصل الخريف عليك انتقاء عطر يتناسب مع الأيام المتقلبة مناخيا، مستوحاة من الأخشاب والنباتات كالعطر المستخرج من خشب الصندل المميز. خبراء الموضة ينصحون دائما باقتناء عطر جديد بين فترة وأخرى بغية التجديد والتغيير، وعدم الاستمرار والمواظبة على استخدام عطر واحد لفترات طويلة. فالعطر أيضا يساهم بتغيرات مزاجية، فتغيره قد يحفز لديك الطاقة الإيجابية ويعدل مزاجك المتعكر. عليك أيضا أن تضع العطر في أماكن معينة وليس عشوائيا. أنا بصراحة كنت أرش العطر على رقبتي وجسدي بطريقة عشوائية إلى أن قرأت أنه علينا وضعه في أماكن محددة. هذه الأماكن هي التي يتضح فيها النبض، وتكون حرارة الجسم هي الأعلى فيها، وبواسطة الحرارة والنبض تنتشر الرائحة في الجسم وتكون أكثر اندماجا مع شخصية الفرد وطبعه.
وهكذا تدوم رائحتك الجميلة طيلة النهار. عليك برش عطرك الجديد هذا خلف الرقبة وعلى الجانبين من عظام الترقوة وخلف الأذنين وعلى باطن المرفقين وعلى ثنيات الكوعين، وعلى النساء أيضا رش عطرهن في فتحة السرة، وهو مكان سري لكنه فعال، يستعملنه الكثير من الفنانات المشهورات لأنه يعد مكانا دافئا ناهيك عن الشكل المستدير للسرة الذي يساعد العطر على الامتشار في الجسم. هناك أيضا أماكن ثانوية كالكاحلين وباطن الركبتين وبين الفخذين أيضا. طبعا علينا برش العطر على الجسم وهو نظيف لكي تبرز رائحته بشكل أجمل، فرائحتك الجميلة تعطي انطباعا عنك بأنك شخص نظيف، وبهذا الشكل سوف تلفت الأنظار إليك، سوف تمشي مرتاحا، وعطرك الفواح سوف يبهر الجميع. والآن كيف تعرف عدد ساعات ثبات العطور؟ وذلك من المعلومات المدونة على زجاجة العطر. عند شراء العطر سوف تجد كلمات مكتوبة على الزجاجة، هذه الكلمات لها معان وشروحات مهمة سوف أوضحها لك فيما يلي، تابع معي. إذا كان مكتوب على العطر أو فريش تعني ماء منعش، هذا عطر خفيف جدا يشبه عطر ما بعد الحلاقة، تركيزه من 1 إلى 3% ويدوم أقل من ساعتين. إذا كان المكتوب على الزجاجة هو أو دي كولوني تعني ماء الكولونيا، وهذا يدل على أنه عطر خفيف مخصص غالبا للأطفال أو المصابين بالحساسية الجلدية تجاه العطور، وتركيزه 2 إلى 4% ويدوم ساعتين فقط. أما إذا كان مكتوب على زجاجة العطر أو دو تواليت فهي تعني ماء للتزيين، هذه تدل على عطر خفيف مناسب للاستخدام اليومي، تركيزه من 5 حتى 15% ويدوم إلى 3 ساعات. إذا كان المكتوب على زجاجة العطر أو دو بارفوم فتعني ماء عطر، يستخدم غالبا للعمل أو النزهة، تركيزه ما بين 15 وحتى 20%، وهذا يعني أنه يدوم ما بين 6 إلى 9 ساعات. أما إذا كان المكتوب هو كلمة بيرفيوم فتعني عطر، وهذه تدل على أنه عطر مركز نفاذ ينصح به لمن يفضلون بقاء العطور لمدة طويلة، هذا العطر قوي تركيزه ما بين 20 إلى 25% ويدوم أكثر من 12 ساعة. إذا كان مكتوب إفلوري بارفوم فيعني اللمسة الخفيفة للعطر، يوضع على البشرة مركز جدا وتشم رائحته عن بعد وتنتشر سريعا، تركيزه 65% ويدوم يوما كاملا. أما إذا كان المكتوب هو أويل بارفوم فتعني عطر زيتي، رائحته ثابتة وقوية ونفاذة، تركيزه بين 40 إلى 80% ويدوم طويلا أكثر من يوم. وفي نهاية القائمة إذا وجدت على زجاجة عطرك كلمة أبسوليوت فيعني عطر مطلق، وهو الأعلى تركيزا والأطول بقاء، قريب من الزيوت الأساسية بل هو الأقرب إلى الرائحة الطبيعية، تركيزه 70 إلى 90% ويدوم لمدة يومين. أخيرا لا تنسى أن تكتب لنا في التعليقات عن عطرك المفضل أو عطر جميل تنصح باستخدامه.